هاي تفضلوا سيدي. هاي هاي صح عليكم يعطيك الصحة. يا أخي ما تقوليش بيس بن حفصية ما جاش اليوم. أو قال لك مستدعي. العرس شكون؟ يظهر لي عرسه هو. سمعت البارح قال لك استدعوه يبحث. دوسيه طلع محمم والمحامي نتاعو قال له ما تفككش من 5 سنين. هذا كان لطف به ربي وما جبدولوش دوسيات أخرين. الله 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 الله. ساعة ظهر فيه ناس ملاح. تيك تاك ناس ملاح. تي راه دان ومخاوز. يا سي بن حليمة عيب عليك، راه رجل صاحبنا وما يستاهلش. يا سيدي من لا تغلط. أنا نقول لك في البلاد هذيا بارشا لبسوا جبة الثورة على خاطر ما لقاوش باش. ونعرفهم واحد واحد. وكل واحد فيهم مستعد بين نهار وليلة يولي لك شيطان. أما ربي قايد في العفارت. ولهم سي إسماعيل. يقلب علينا الصحن، تعرفني السياسة ما نحبهاش. حتى هي ما تحب حد. يعجبك شي توا؟ توفى راديوات وتلفز يقولوا لنا البلاد تبدلت، بالله منين تبدلت؟ البلاد ماشية وبالتوالي، يلزمنا ثورة أخرى على الجهل. تشبيك هاي يا خويا إسماعيل؟ متخلف والبلاد هكاكا وقلة الحياة. طيب ده ماشي في الكياس في أحد من عقله هكا يسوق والشيخ ويعمل ضهبة هكا ويعمل وقفة وهبط يسلم على صاحبه وصار صوت كامل وراه يستنى وجايب كلمه ترى يفوح فيك يقول لك أنا حر في كياس عمومي وتو تعملوا لي عملة. يا أخي اليوم زور لي ربي يسترني منه الليلة. سالو حلومة. اهلا سوسن، مرحبا. سافا سافا تري بيان. فروزين الفوق ايه جابك ربي. كنت تعمل مزيه اطلع لها وخرجها تسرح ساقيها شويه، وليت نهار كامل وهي كركه في بيتها. باهي باهي تنصوفها. لطف يا ربي ما يجيب مكان الفاتورات من الدار. اوه يا ذو، الف مره نبهت عليك ما تدخلش بساقيك هكا للدار. شنو ما ندخلكش بساقيك للدار؟ مالش نعمل انتيره. اوه شاش عملت؟ سامحني والله عندك الحق، راني خارج راني خارج نشد شد شويه كادوات جبت من عرفك. يا ربي باش تراسيلي نعاود المسحه الكل تو. تي سافا يا حلومة ما نجيبليش البوم يلا غالب باش نعمل نسيت. شنو يا اخي الشمة شبيكم؟ ها؟ تفرج سي ذو شعمل لي بساقيه. اوه منك يا حلومة ماني قلت لك سافا شعملت انا بساقيه؟ دخلت لجامع الزيتونه. يا خويا ما عادش تدخل لي للدار من الصباح وانا نمسح ظهري تقسم. باين باين سامحني. حلومة ما تحبش نعمل لك مصفى ونمسدك نعمل لك مساج فلي و... مساج؟ اخرج 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 لنمسدك بهس بركة توا. حلومة شنو رايك نعمل له انا بايلا ولا سوب دو بواسون؟ وانت تنجم تفك عليا؟ ليه يا بيك انا توا؟ برا عايشك شد كوجينتك وعمل له سوب ولا حتى عصيدة. ما تكلمهاش ما تجاوبهاش اقعد ديما زين. اليوم جايك المخرج للدار ما تنرفزش روحك ديما زين يا نوري. يا ربي خفف خبزتي من هالدار. برافو برافو جبت الفكرة خارقة العادة. خبزة اللحم على سفاكسين شيء تريبون يدي. برافو يا حلومة برافو. سيسكو شوي مصبو الصخطة أبو بابا ملا فيه لمفروزين حقا ساوسن. طلع شكون باش يجينا اليوم للدار؟ شكون؟ مخرج متاع السينما. واو بالمجد فروزين؟ والله كيما نحكي لك البارح كلم بابا واليوم باش يجيو في الدار. صح عليكم سخص لو كان يجينا مخرج لدارنا. احنا اللطف ما يجينا كان حليبي والبسطاجي. انتم على الاقل يجيكم حليبي وبسطاجي، احنا ابار صاحبتنا صيره الماستين ما يجينا حتى حد. مش نورمال فروزي شبه الدنيا ولات من هنا كان بالناس الماستين يظل لي باش ننتحر انا. ربي يزي بلا تخلويذ نتاعك هاتي باش ننتحر. علاش شبيك شناقصك؟ ذا سويت ديغوتي نحس روحي حتى انا ماست وما عندي تظهر. تعرف البارح بابا سقالي سكر فمك وين نتكلم في الدار يقولوا لي سكر فمك. يا لا قالك سكر فمك قتلك بوك ابخيتو. باه نورمال ماما قالت لي وقتاش نرتاح منك يا هم يا سخطه. لازم تلقاك دراش عامله من عامله. ديك الناس عندي نعمله فوازي ماك تعرفني لا نخبص لا ندبس. البارح لقيتهم يتعاركوا وقفت نحز قلت لهم يزيو احفظوا على رواحكم الناس الكل ولاو اصحاب بعد الثوره وتسامحوا كان انتم ما زلتوا سادين صحيح. تي هو الاسلاميين وجماعه اليسار قد ما كانوا متعاركين ولاو في صحفه العفل. هكا قلت لهم بلا سير فزتها ساوسن. فروزين بالمنجد كان سكرت فمك كان خير.
ايش قلت اسماعيل؟ يا امي بجواب بيقول لي توا نبليلوشي انا مقام وسط الصالة. دبر راسك القى حل بهيشي، حتى الموتى ما همش سالمين. بلا ما تتنيرفي لالا، حتى الحيين ما راهمش سالمين. تعرف اسماعيل، اليوم عرفت باللي طيور الزيتون ما عادش عندهم مستقبل في البلاد. بالله بالله ايه يا حجبكشي، تسمع اسماعيل في مرتك اللي تكلم على بابا وهي تحكي لي على عصافير الزيتون؟ واش دخلني تحكي لي على باباك لالا؟ علاش عصافير الزيتون ما عندهمش الحق باش يعيشوا؟ شنو هو؟ شنو هو؟ هيا كلمه كلمه كلمه. هيا شو سيدي هالقزيق اللي حليتهولي؟ باهي امي انت تو كلم ذو يشيل نشكاع متاع سيمان ويمشي يصلح لك قبل بوك، وانت لالا عصافير الزيتون متاعك اين هما عبي؟ بون شيري نطلع على شامبر خير ما يطلع لي الغاز. واسمع كي يجي المخرج عيط لي. لوين المخرج؟ قل لي سيدي، وقبورات الموتى الاخرين نتاع العائله شنو نعمل لهم انا؟ يا امي الله يهديك توا انا وليت متعهد نتاع قبورات، كي نعرف عليهم؟ قلت لك يا اسماعيل نبنيو له تربه ونعملوا لها بيت. سالو تتا، سالو طونطو. عالسلامة. وين المخرج؟ مازال ما جايش؟ واش دخلك في المخرج انت؟ أنا فروزين قررنا بس نقدموا روحنا للكاستينج بس نولي ممثلات. يا نارك على روحك يا فريدة، مقبر غلبتك يا فريدة، عقاب عمرك بنت ولدك باش تولي ممثلة. ممثلة مامي، ما قلتلكش راني هابطة نشرح في كباري شيديا. وفخصت تاكا نولي ممثلات، نحس لي نسلكوها بالكدا. سكر فمك انت. ريت فروزين قلتلك ما قلتليش وين جاية لكني نكتاو في حي الناصر. بارفي. وانتي ركبتي دياما ولا مازال؟ ها قولي والله. اسمعي اسمعي غدوة مالا نتقابلو. ها خلاص ولا عجبني انا تاني باش نقولو نركبو. ما قالكش قداش يتكلف؟ شحال؟ 3000 دينار. سي ريان. واش بيك يا طفله؟ عم بالك وقيلا انا راح نخلص. اسماعيل راح يخلص بلا مزيتو. هيا داكا باي باي. يا ربي معايا يا ربي يا ربي. لا ماشي شبي بتاع هذا، شبي بتاع جي وين هذا؟ يا ولدي وفيتش توا يا ولدي دوختني راهو، هدي روحك شوية. ما نجمش ما نجمش يا حليمة، راهي فرصة عمري جايتني حتى للدار راهو. تشبيك يا نوري يا نوري يا نوري من زي يا وجاه من حق خور والله والله كيما نحكي لك او مع جماعه انت دخلت وانا بيدي. يا نوري نحبك زين نوري. كونسنتريتوا كونسنتريتوا. دو كيفاش هيتو بقاص بقاص؟ يظهر لك يا بنتي واحد بسقيقي عامل شركه وبلوطه برجوليه انا شاك فيه، يظهر لي مطروش شويه. يا متخلف هذاك عايش في روسيا، عنده جمعه بركه من اللي جا تونس، حب يعمل جلسه الثوره نتاعي بالفيلم نتاعو. حق يا جماعه في بالكم جاي معاه، جاي معاه سردوك، قال لك هذاك البطل نتاع الفيلم نتاعو. سردوك يجوني وين ماشي؟ شنو وين ماشي؟ باش نمشي نحكي معاه. يا نوري يا نوري نربس روحك، نشبيك نحبك زين زين زين. ما يجيش هكا راهو، نخليه ساعة يقعد ويرتاح ويشرب عرقه ومن بعد ندخل له. زعما نوري ذو عنده الحق في الحكاية هذي. اسمع اعمل كارل روحك وخليه هو اللي يجي يكلمك. وين تو نهز القهوة ونشوفه ويجي يقلك. لا لا يا سيدي انا مش نقعد بحذاهم. انا سي كلمت لالا فريدة واسماعيل قالوا لي ما يسالش كيف يجي يجي يقعد معنا. استنى يا نوري استنى استنى. يا اخي انت تعرف نتقاقي؟ نعم بيان سور، مادام بطل نتاع الفيلم نسردوك. كي تدخل بحذا السيد المخرج يعمل له ضربه بقاقية لا لا وانسى يختار خوه ولا حتى مرته. بارفي سي بيان بارفي. يعمل طنطو نعرف نمو فلسة يدخل من هوني انا ناخذه من غادي نحصره ونشدوه هنا. بارفي. بسم الله شبيه يتكلم وحده. الدار خارقة للعادة، دع دع خرشو. هيا كي خرشو طمي. قل لي سي سيوان وي تنجمش تحكي لنا على السيناريو نتاعك شوية؟ ما بيان سور عندكم الحق باش تعرفوا. يا سيدي بن سيدي، نهار من نهارات الدنيا مغيمة، لا طاير يطير ولا سير يسير هك. ف
فلسه خرج من الدار. شكون فلسه؟ تسكر فمك انت زايدة. دونك فلسه خرج من الدار من غير ما يفيق به حد. ما قلت لناش شكون فلسه. اه وي سي فغي، ما قدمت لكمش فلسه. فلسه هو البطل يا مدام. متشافوا سيدي. اه الفيلم هذا يظهر فيه باش ياخذ ان سكسي فور.